فيروس. تأخرت ليه؟ معلش كنت برندر. فاتني كتير؟ لا مشهد واحد. طب يا عم مش كتير ولا حاجة. لا كتير، 6 دقايق. الفيلم ده ونشوفه. هو انتوا اخوات يا كابتن؟ لا. طب لما اوظف سؤال، وانت بتشتغل ايه؟ مونتير. وانت بتشتغل ايه؟ مونتير ومخرج. طب ما انا كمان مونتير ومخرج. اخرجت ايه بقى ان شاء الله؟ انترفيو؟ يا سلام. طب ما الاغنيه الاخيره انا اللي مخرجها. طب ما انا اخر فيلم انا اللي مخرجه عشان ساعتك ما كنتش فاضي. طب ورندر المسلسل اللي انا شيرته عشان خاطر عيد ميلاد زيزي. هتزلني بقى عشان عيد ميلاد زيزي؟ انا مش عايز اتكلم بس. طب مش هنتفرج على الفيلم ولا ايه؟ طبعا معلش يا مهاب. يا ابن اللعيبه، شفت القطايه يالا؟ مونتير معلم بصحيح. على فكره مش قط عادي، يعني مش لازم يقط في البلاكايه. عليا الطلاق قط. هوبا بلاك جت قام رازع القطايه وانت ما حسيتش بيها. لا لا مش قط، لا انت مخرج. انت ثانيه واحده يا ريس، معلش نعيد الحته دي تاني. معلش اوريله القطايه، اوريله القطايه يا جماعه. هو نط 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 ولا ما نطش ولا هو عمل ايه؟ مش نط نط. هو نط. شفت عبقرية المخرج لما نقل من الميديم لللونج؟ صيعة. ده واخد اوسكار ده، وانت فاهم حاجه؟